خطائهم قلة الاهتمام بقول الدعاء الوارد حال إتيان الزوجة. فمن الأزواج من إذا أراد إتيان أهله أتاهن دون أن يقول الدعاء الوارد في ذلك، إما جهلاً بالدعاء أو نسياناً له أو قلة مبالاة به، وهذا من التقصير والقصور، إذ أن تركه مخالفة للسنة ومدعاة لتسلط الشيطان على الولد في دينه وبدنه إن قدر ولد. وقد يكون ترك هذا الدعاء من أسباب شقاء الأولاد وتسلطهم، لهذا يجدر بالزوج ألا ينسى هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: وقوله لم يضره شيطان أبدا أي لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه وبدنه، وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قال القاضي: قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان، وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره. قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. ومن أخطاء الأزواج قلة المراعاة لآداب الجماع وحكمه وأحكامه، فما عظم شأن الجماع وأنه من أعظم مقاصد النكاح، إلا أن من الأزواج من تقل مراعاته لآداب الجماع وحكمه وأحكامه ولو على سبيل الإجمال، وذلك ناتج عن جهل أو قلة مبالاة، وينتج عن هذا فقدان الزوجين لكمال الراحة والأنس.